هاو إذن آخ والله ما كيسمعوا. إذن على مشارف مدينة بازم محتور بيوم ربي السلامة. شايف واحد الحجم كبير بزاف. إذن جاي من حدا بجعد اتجاه مدينة بازم توربيون كبير بزاف. طلبوا الله السلامة يا ربي. إذا الأمور تتشافى في الولايات المتحدة الأمريكية يا ربي السلامة. إذا في أثناء تساقط أمطار تبروني شوية غليظ، لكن الخطير هو هذا التوربيون هذا اللي قريب من بازم. إذا لازال بعيد من وزم، إذا أنا كورتاج شرافت في الحدود، إذا أثناء تتساقط الأمطار، لكن الخطير هو هذا، طلبوا السلامة يا ربي. إذا واحد آخر، إذا واحد أخر، واحد أخر هو، إذا في اتجاه ديال بني حسان. إذن ثلاثة ديتور، إذن قريب هذا توا من وزم. يا ربي السلامة يا ربي، هذا الشيء ما كانش مع مروب حالا. إذن هو في هذا الاتجاه، إذن كاين واحد في الاتجاه ديال بني حسان، واحد في الاتجاه جاي من بجاد. يا ربي الستر ديالك والرحمة ديالك يا ربي. يعني أنا تيدور بواحد الطريقة كبيرة بزاف، هذا اللي جاي بحدا بالجعد كبير بزاف، عكس هذا اللي حدا واحد بجانبو. إذا هذا اللي حدا بني حسان، ضربوا الله يا ربي السلامة يا ربي، ارحمنا وحفظنا يا ربي، اللهم سترك وحفظك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.